السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، متعكم الله بالصحة والعافية وملأ قلوبكم بتقوى الله وجعلكم من أهل الصلاح والإيمان. موضوع اليوم لكم عن الأحلام التي تزعج الرائي في منامه بعد أن يصحى من حلمه أو من نومه وهو خائف. فيجب علينا أحبابي الكرام، لو رأيت حلم مزعج في منامكم فيجب عليك ألا تتحدث به مع أحد، لأن الحلم من الشيطان الرجيم، فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونصلي ركعتين، لأنها إذا حدثت بها أحدا فسوف تقع عليك، لأن في أحلام للرائي بتتحقق، فيجب علينا أن لا نتحدث بها لأحد، ونستغفر الله العظيم. وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.